السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام، معكم المهندس ياسين. اليوم إن شاء الله إحنا في أحد المشاريع قيد الإنشاء، وهو نفس المشروع اللي إحنا حاليا نقوم بتنزيل فيديوهات التصميم ورسم الدكت لهذا المشروع على القناة. طبعا غايتنا الأساسية من هذه الفيديوهات والمحاضرات انه يكون شيء عملي وتطبيقي، ويكون اكثر فائدة للشباب اللي راح يكونوا بالمواقع. هذا هو المشروع. طبعا تم تركيب السليفات في الطابق الارضي في مرحلة سابقة، وتم تصوير فيديو وتنزيله على القناة، والآن عندنا الطابق الأول مثل ما عم تشوفوا جاهز. وفي هذه المرحلة اليوم إن شاء الله راح نقوم بتركيب السليفات للطابق، مكنات الطابق الأول، وأيضا لمكنات الطابق الأرضي، نفس الوايبات اللي كانت راكبة في هذا الطابق الأرضي اللي حاليا احنا موجودين فيه. لازم احنا نركب لكل بايب على نفس الاستقامة بايب اخر على اساس يتم تركيب وصلة عند تركيب الجدار وتجهيز الجدران. يتم تكسير الجدار وتركيب وصلة ما بين القطعتين الموجودات في الطابق الارضي والطابق الاول لنفس البايب، على اساس يتم تنزيل بايب الغاز للطابق الارضي او لمكنات الطابق الارضي ضمن هاي البايبات البي في سي البلاستيك. طبعا هون عندي الطابق الاول، وهي عندي هون باللون الاسود السليفات المخصصة لنا بالنسبة للتكييف، قمنا بتركيبها في مرحلة سابقة. طبعا هاي البايبات مثل ما عم تشوفوا سيتم اخذ المقاس بعد هذا البايب، ويتم تركيب بايب مباشرة ستريت في الأعلى على نفس الاستقامة ونفس البعد من هذا العمود. يتم أخذ المقاس وتسجيله على المخطط، ومن ثم يتم تركيب نفس هاي البايبات، راح تركب على نفس البعد على أساس يتم توصيل قطعة باتجاه الأعلى وتوصيلها بهاي القطعة. بهالحالة بيكون عندنا إحنا سليف مستمر من سطح الطابق الأول من الأعلى باتجاه مكان تركيب الوحدة الداخلية، ونقوم بتنزيل بايب الغاز ضمن هذا السليف أو هذا البايب. طبعا عندي هنا المخططات اللي احنا عم نشرح عليها، مخططات جاهزة عندي. سنقوم بأخذ المقاسات للسليفات اللي قمنا بتركيبها في الطابق الأرضي وتسجيل الأبعاد عن هاي الأعمدة اللي شايفينها أمامكم باللون الأسود، لنقوم بتركيب القطع لهاي السليفات في الطابق الأول. طبعا سنقوم بأخذ المقاسات، قمنا بأخذ المقاسات مثل ما عم تشوفوا سجلناها على المخطط للسليفات اللي راكبة في سطح الطابق الأرضي، واحنا حاليا على سطح الطابق الأول. ما عم تشوفوا سطح الحديد جاهز، وسنقوم بتركيب السليفات مبدئيا للطابق الأرضي، نفس السليفات اللي كانت راكبة تحت وأخذنا بعدها عن الأعمدة. سنقوم بتركيبها تكرارها مرة ثانية في هذا الطابق ليكون هناك استمرارية لهذا البايب، وفي المرحلة القادمة سيتم توصيل قطع مستقيمة بطول أو بارتفاع الجدار وتوصيلها ما بين القطعة اللي راح نركبها حاليا والقطعة اللي موجودة في الطابق الأرضي. بالتالي بيصير عندي في سليف مستمر من هذا الطابق باتجاه الطابق الأرضي، نستطيع فيما بعد من إدخال بايب الغاز بكل سهولة داخل هذا السليف وتوصيله إلى الوحدة الداخلية. طبعا يتم اخذ المقاسات اللي احنا اخذناها قبل قليل وتركيب البايب ضمن الحديد هون عندي، سواء كان
ضمن الجسر أو البيم أو ضمن هذا السطح حسب مكانه. ما بتشوفوا احنا قمنا بتركيب السليفات واغلاقها وتثبيتها، طبعا تثبيتها يتم تثبيتها بالحديد من الاعلى ومن الاسفل، ويتم اغلاقها باللصق او التيب ايضا من الاعلى ومن الاسفل حتى ما يدخل داخلها خلال عملية صب الكونكريت، ما يدخل كونكريت داخل البايب وبالتالي يتم اغلاقه. طبعا بالنسبة للطابق الاول يتم تركيب معظم السليفات داخل الحمامات، داخل جدار الحمام، يعني ما في ضرورة انه يتم تركيب السليف في البرابيت او في الجدار الخارجي، يتم تركيبها في المكان المناسب مثل ما عم تشوفوا هون في المكان المناسب، وبحيث يكون البايب نازل مباشرة بقرب الوحدة الداخلية. هاي السليفات اللي احنا نشرح دائما ومنأكد انها من اهم اعمال التأسيس بالنسبة لنا بالنسبة لبيبات الغاز، وقلنا انه احنا ما بنستخدم الرايزر او الدكت الموجود في الحمام الا للضرورة في حال تعذر علينا تركيب هاي السليفات في اماكنها. طبعا هاي السليفات احنا بندرسها على المخطط بشكل دقيق. طبعا هاي الفتحات اللي شايفينها امامكم هي فتحات الباكج، يعني عندنا مكنتين باكج في هذا المشروع، سيتم ترك هذه الفتحة للسبلاي والريتيرن بالنسبة لماكينة الباكج للصالة الدائرية للطابق الاول، وعندي ماكينة باكج اخرى بحجم 10 طن ايضا لمجلس الرجال في الطابق الارضي. يعني انا عندي هون ماكينتين، ماكينة راح تكون مخصصة للطابق الاول وتدعم الصالة تحت في الطابق الارضي ايضا، وعندي هاي الماكينة، هاي الفتحة اللي شايفينها امامكم راح تبقى بدون صب كونكريت، وبالتالي هون راح يكون عندي في هاي الفتحة في الطابق الأول، وعندي الفتحة الثانية موجودة اوريدي في الطابق الأرضي، وبالتالي أنا الدكت راح ينزل عندي من الطابق العلوي إلى الطابق السفلي وبالتالي إلى المجلس. بتمنى إنه نكون أضفنا معلومة مفيدة للجميع، ويعطيكم ألف عافية.